الأرضية غير ممهدة لعودة النازحين إلى مناطقهم كما تقول لجنة الهجرة والمهجرين. هذا التشخيص هل ينسحب على جميع النازحين ومناطق النزوح التي جاءوا منها؟ مساء الخير، تحية لكم ولمشاهدين قناة التغيير. طبعا بعد الجمود في لجنة الهجرة والمهجرين وعدم قيام الرئيس وأعضاء اللجنة بأي اجتماعات، قدمت الطلب بنقل من لجنة الهجرة والمهجرين إلى لجنة الشهداء. هذا أيضا يعني حتى يكون معلومة لحضراتكم، بعد حوالي أكثر من سنة وجودنا في هذه اللجنة لم نشاهد أي متابعة ميدانية أو حتى اجتماعات، أو طلبنا حتى استضافة وزيرة الهجرة والمهجرين ورفضت الحضور إلى اللجنة لغرض مناقشة أحوال النازحين ودور وزارة الهجرة والمهجرين وآليات عودة النازحين إلى مناطقهم. كما تعلمون وضع سنجار وأغلبية النازحين في إقليم كردستان هم أبناء قضاء سنجار والتلعفر، إضافة إلى محافظة باب الجرف الصخر، وإضافة إلى محافظة صلاح الدين. هناك مشاكل أمنية، هناك وجود بعض القوات الغير عراقية، وجود بعض الميليشيات والفصائل في تلك المناطق. وقبل أيام شاهدنا الأوضاع في قضاء سنجار، وهناك اختطاف أو ما يسمى بوجود منظمات بككة بأخذ بنات من قرية أم الذيبان والقرى العربية والتحاقهم إلى قوات البككة في قضاء سنجار. هناك سيطرة وهيمنة كاملة من قبل قوات البككة رغم وجود الجيش العراقي وأيضا قوات الحشد الشعبي. فما قام به وزارة الهجرة والمهجرين بوضع تاريخ 30/6 وثم تم تغيير هذا التاريخ 30 من تموز من هذا العام لعودة النازحين، أكثر من نصف مليون نازح إلى أين يعودون؟ وجميع يعلم وضع قضاء سنجار وأيضا تلعفر، وأيضا هناك بعض النازحين من أبناء المناطق اللي ذكرناها. هناك تخبط من قبل قرارات وزارة الهجرة والمهجرين، وعدم هناك تنسيق حقيقي مع حكومة إقليم كردستان، وأيضا عدم تطبيق اتفاقية سنجار لحد هذه اللحظة، مجرد حبر على الورق. لم يستلم الملف الأمني من قبل قوات الشرطة من أبناء قضاء سنجار إلى هذه اللحظة. فبكل تأكيد لن تكون هناك عودة إلى قضاء سنجار أو مناطق في جرف الصخار أو في صلاح الدين ومناطق الأخرى إلا بعد أن إخراج تلك القوات الغير قانونية، تلك القوات الغير عراقية لغرض عودة أهلنا منذ أكثر من 10 سنوات في مخيمات النزوح في إقليم كردستان.